السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير، ومعلش على الغيبة اللي انا غبتها دي، غصب عني وظروف عندي وكده. المهم ايه، اخشلكوا بقى في القصة على طول. انا هعمل النهاردة سمك، لان الناس كتير قوي كان طلبوها مني، فانا هنا غسلاه كويس قوي ومنضفاه ونقعته في محلول عبارة عن دقيق وملح، ماشي؟ ودي انا الخلطه دي ما بستغناش عنها تقريبا، بستعملها في كل حاجه. عباره عن فلفل احمر وثوم وملح وكمون وخل، وبحط من فوق كده زيت عشان ما يعملش اي ريحه وكده، وعشان يحافظ عليه مده اطول. هتبل بقى السمك، معلش، هتبل السمك بتاعي وبعد كده هسيبه واكون خلصت الرز. تبله كده من بره ومن جوه، انا عامله فتحتين كده دخلنا فيها. انا بس بقى تبلت السمك اهو، وهسيبهم بقى مع نفسهم ياخدوا التتبيله. اتحدقوا دولت حوالي 6 بصلات قطعتهم، هفرمهم دلوقتي على كيلو رز. تمام، انتوا بقى ممكن تزودوا بصل على حسب ما انتم عاوزينه، على حسب كميه الرز بتاعكم. هفرمه بقى عشان الصوت بتاع الكبه، وهرجع بيها. هنا بقى بصوا، انا فرمت البصل وحطيت حوالي 3 معالق زيت، وهسيبها بقى ايه تتشوح مع بعضها كده لغايه ما تاخد لون. وعلى بال بقى ما تتشوح شويه، اعمل لي بقى كوبايه قهوه. تعالوا اشربوا بقى معايا. كده تعملوا الفول. انا بقى عايزاها اغمق حاجة، انا مش عايزاها اللون ده، اللون ده برضو مش هيديني، يعني الرز هيبقى لونه بني فاتح. انا عايزاها غامقة كده. ورجعت لكم تاني بعد ما شربت القهوه، وعايزه اقول لكم معلش في جزء كبير جدا اتمسح من الفيديو، او بمعنى اصح كده الفون فصل، فمعلش ما عرفتش اصور. انا هقول لكم، انا بعد ما ادى اللون اللي انا عايزاه، قمت نزلت ب6 كوبايات ميه سخنه او ميه مغليه، وبعد كده حطيت معلقه ملح كبيره ونص معلقه صغيره من الكمون.
تمام. بعد ما الميه خدت غلوه كده قمت نازله بالرز وسبته يغلي برده شويه، رحت موطيه على النار، فهي الكاميرا مبينه ان هو فاتح بس هو كده خلاص كده تمام. اخش بقى بعد كده ايه على السمك، نغطيه نكمل سواه ونخش على السمك. وايه السمك هو خلاص كده يعتبر اتبل. هعمل بقى ايه، اللهم صل على النبي، هجيب طبق كبير هحط فيه بقى دقيق، ويا رب الاقي بقى فيه نشا. هنا بقى في طبق حطيت الدقيق تمام. هنزل بقى، بص انا ما لقيتش ايه نشا، هنزل ببيكنج باودر حبه كده صغنين ماشي، واقلبه بقى في بعضه. معلش بقى هستعمل ايجي ماشي. من ضمن بقى التركية كده الزغنانة اللي تخلي السمك يبقى مقرمش هي الزيت الغزير. ادي طاسة غويطة، احط زيت كتير جدا، واعمل اسمها ايه دي، بعلي النار، يعني النار تبقى عالية، ولما تسخن قوي كده اقوم ايه نازلة بالسمك. هنا بقى هجيب السمكية واغطيها كويس قوي بالدقيق، هنكفر كويس كده. من ناحيتين تمام، هو الزيت خلاص سخن. هنا بقى ما اقلبهاش على طول على الناحيه الثانيه، لا انا هسيب الجزء اللي تحت دوت يتحمر خالص وياخد اللون، وبعد كده اقلبها على الجزء الثاني، لان لو عملت الحركه دي قلبت الناحيتين كده ورا بعض هتلاقيها طريت قوي وتهرف منك ومش هتعرفي تتحكمي فيها، فاسيبها تاخد اللون براحتها قوي. بس بقى لونها بقت عامل ازاي من الناحيه الثانيه، عاملين قوي زيها. ننزل بقى بالسمكية التانية جنبها. اديني خلصت اهو والحمد لله ماشي. وادي الرز النهائي، نغرف بقى. ادي كده الشكل النهائي. بص بقى بيتاكل معاها سلطة، بيتاكل معاها طحينة، بيتاكل معاها جرجير، فجل، اي حاجة. وبألف هنا، متنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم مرة تانية. مع السلامة.